أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق على ضرورة العمل على زيادة المعروض من الذهب بالأسواق للعمل على ضبط الأسعار، مشيرا إلى أهمية سلعة الذهب واعتبارها مخزنا للقيمة. وخلال اجتماعه مع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع لبحث سبل وآليات التعاون المشتركة، أشاد وزير التموين بالتعاون الكبير مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتنسيق التام بينهم لضبط أسواق الذهب، مشيرا إلى أن مصلحة الدمغ والموازين بصدد دراسة طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية.